شايفين كده ظهر قدام فوق العنوان اللي هو كيرفيلينير موشن. It means the motion on a curve which can be described by using three different methods. لا يا دكتور وضح اكتر يعني ايه؟ يعني يا اولاد نقدر نوصف الحركة على كيرف بثلاث طرق مختلفة. الطريقة اللي احنا ان شاء الله ناخدها النهاردة اللي هي الفيرست ميثود اللي هي اسمها الريكتانجولار كوردينيتس ميثود. الريكتانجولار كوردينيتس ميثود اللي انا بستخدم فيها يا اولاد الفاريبلز اكس واي وزد العاديه. في طريقه ثانيه اسمها ذا تانجنت اند نورمال كوردينيتس ميثود، هبقول لكم في وقتها ايه الفاريبلز بتاعتها اللي انا هبني عليها شغلي في وصف الحركه. وكمان في طريقه ثالثه اللي هي اسمها البولر كوردينيتس ميثود، البولر كوردينيتس ميثود. يبقى النهارده الدكتور اهو نقل من الحركه في ستريت لاين للحركه على كيرف، واول بدايه قلناها ان انا عشان اوصف الحركه يا اولاد على كيرف اللي هم الفور بارامترز اللي قلناهم قبل كده اللي هم المسار بتاع الحركه او الباث، البوزيشن، الفيلوسيتي، الاكسلريشن، الاربعه دول اقدر يعني اجيبهم على اي كيرف بثلاث طرق مختلفه. طيب تعالوا نشوف اول طريقه معانا اهي. اللي هي بقى هتبقى طريقة الريكتانجولار كوردينيتس ميثود. يلا يا اولاد اهو نبدأ بيه. الفيرست ميثود اللي هي ذا ريكتانجولار coordinates method. دكتور في الطريقه دي هتوصف الحركه هتدور على الفور بارامترز بانهي فاريبلز؟ والله الفاريبلز بتاعت الطريقه دي يا اولادي اللي هبني عليها شغلي اللي هي اكس وواي وزد. ولو الحركه ان شاء الله هيبقى في البلين، يعني شغلنا اكتر هيبقى في البلين، هكتفي باكس وواي بس مش هيبقى فيه زد. طيب ايه يا دكتور اليونت فيكتورز اللي هستخدمها في الطريقه دي؟ اكيد طبعا هيبقى الاي كاب اللي هو اليونت فيكتور اوف اكس، الجي كاب اليونت فيكتور اللي في اتجاه الواي، والكي كاب اليونت فيكتور اللي في اتجاه الزد. وبرده بنفس المنطق لو الحركه في البلين هكتفي بس بالاي كاب والجي كاب. طبعا ناس كتير يا اولاد من غير حتى ما انتم تسالوا يا سيدي انا هرد، دكتور ايه موضوع اليونت فيكتورز ده ايه وايه لازمته؟ يا حبيبي ما انت في عندك ثلاث عناصر من عناصر وصف الحركه الاربعه، الثلاثه فيكتورز. يعني سيبك من المسار بتاع الحركه او الباث، الثلاثه اللي بعد كده البوزيشن. دكتور النت بيقطع. الايه؟ الصوت عند حضرتك اتقطع كامل. الصوت بيقطع؟ لا لا من عندي. مش من عندك انت يعني. تمام ماشي. طيب فثلاثه يا اولاد من الاربعه فيكتورز، في ثلاثه من الاربعه، يعني البوزيشن فيكتور، الفيلوسيتي فيكتور، الاكسلريشن از ا فيكتور. وبناء عليه احنا اتعلمنا كده يعني طول عمرنا يا اولاد، يقول لك طالما بتتكلم عن فيكتور يبقى اكيد يا دكتور هتجيبه عن طريق مركباته، الكومبوننتس بتاعته. ففي الطريقه بتاعت النهارده اوكي احنا هنشتغل على الفيكتورز يا اولاد بالكومبوننتس بتاعتها في اتجاه الاكس والواي، وبناء عليه يبقى هتستخدم اليونت فيكتورز اللي في اتجاه الاكس والواي اللي هي الاي كاب والجي كاب. طيب يا دكتور خلاص اوكي احنا هنحكي كتير ليه، تعال نخش في الموضوع فعلا اهو. يلا يا دكتور ما هو الفيرست بارامتر يوزد تو ديسكرايب ذا موشن؟ ذا باث او مسار الحركه. طيب عشان تقول لي شكل المسار بتاع الحركه حضرتك زي الشاطر بتجيب ما يسمى الباث ايكويشن. طب وايه يا دكتور حسين الباث ايكويشن دي؟ اللي هي يا اولاد بتكون الدايركت ايكويشن بتوين الفاريبلز واي اند اكس. طيب احنا ناس بتوع داينامكس غالبا يا اولاد انا بدي لك جيفن حاجه اسمها البارامتريك ايكويشنز. جرى يا دكتور الكلام الكبير ده انت بتخوفنا ولا ايه؟ لا والله ابدا يا اولاد، يعني انا لما بجيب لك الاكس مثلا ايكوالز مثلا 4 تي دي اسمها يا اولاد البارامتريك ايكويشن اوف اكس، ولما اجيب لك مثلا الواي 3 تي سكويرد بلس 5 دي اسمها البارامتريك ايكويشن اوف واي. ماشي يا دكتور صح، ما هو طبيعي جسم بيتحرك فاكيد الاكس والواي بيتغيروا كفانكشن اوف ذا تايم. طب من الشكل اللي قدامكم ده يا اولاد اهو
لو انا سالتك هنا سؤال قلت لك find the path equation، هتقول لي يا دكتور مش الباث ايكويشن حضرتك لسه معرفها هي الدايركت ايكويشن بين واي اند اكس. ايوه صح، يبقى حضرتك تقدر تجيبها بحذف المتغير تي باي اليمينيتنج ذا بارامتر تي. طب هنا لو سميت الايكويشن دي 1 والايكويشن دي اولاد 2، بالله عليكم انا اقدر من انهي اسهل انهي اسهل اجيب التي لوحدها في طرف من واحد ولا من اثنين؟ واحد فعلا هو صح يا دكتور، فروم 1 من الايكويشن 1 هقدر استنتج ان التي هتبقى ايكوالز اكس اوفر 4. طب وبعدين يا دكتور؟ ابدا، روح يا ابني خد التي ديت عوض بيها في الايكويشن 2، يبقى باي سبستيتيوت ان ايكويشن 2 هتطلع يا اولاد المعادله واي ايكوالز 3 تي سكوير، يبقى 3 تايمز اكس اوفر 4 الكل سكوير بلس 5. يعني يا دكتور الباث ايكويشن اللي حضرتك تقصدها لو انا حبيت اجيب شكل المسار او شكل الكيرف اللي بيتحرك عليه الجسم لازم اجيب العلاقه المباشره اللي ما بين واي واكس. ايوه، طب بتجيبها ازاي؟ باي اليمينيتنج ذا بارامتر تي. طيب تعالوا اكزامبل تاني يا اولاد، يبقى ده كان يعني حضرتك اللي انت طلعتها في الاخر دي هي دي كده، هي دي ما يسمى الباث ايكويشن. ايوه، طب اكزامبل تاني، لو قلت لكم مثلا يا اولاد الاكس ايكوالز 5 كوزاين تي والواي ايكوالز 4 ساين تي، فايند ذا باث ايكويشن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني عايز العلاقه المباشره ما بين واي واكس. ايه رايكم يا اولاد هنا ازاي احذف غير تي؟ هنعمل ساين سكوير تي ساين سكوير بلس كوزين سكوير ايكوال 1. جدع يا بنتي، بس عشان تعملي ده لازم الاول تعملي ديفايد. يعني ايه؟ كنت لازم تقولي الاول اجيب الكوزين لوحدها في طرف، يبقى كوزين تي هتبقى ايكوالز اكس اوفر اكس على 5. دي هسميها مثلا ايكويشن 1، ومن المعادله الثانيه هقول ساين تي ايكوالز واي اوفر 4، ودي هسميها المعادله 2. دلوقتي بقى دلوقتي حضرتك عايز تحذف المتغير تي صح؟ استفيد من العلاقه اللي بتقول ان ساين سكوير بلس كوزين سكوير دي ايكوالز 1، فاعمل تربيع للمعادلتين واجمعهم. يبقى لو قلت باي سكويرنج الايكويشن 1 اند 2 اند اد ذم تو ايتش اذر، اضيفهم لبعض هتطلع المعادله ايه؟ الطرف الشمالي اهو يا ولاد هيبقى كوزاين سكوير دي تي بلس ساين سكوير تي ايكوالز، الناحيه الثانيه هتبقى اكس سكوير اوفر 25 بلس واي سكوير اوفر 16. يعني من الاخر يا دكتور هتطلع المعادله ايه؟ اكس سكوير اوفر 25 بلس واي سكوير اوفر 16 ايكوالز 1. طب وحالات كده كتير يا ولاد، امال يعني حضرتك يا دكتور انا بقى كطالب هتعامل اوكي، بس هتتعامل بمبدا اساسي ايه هو؟ اني عشان اجيب الباث ايكويشن لازم اعمل حذف للمتغير تي، لازم نعمل eliminate for the parameter t من البارامتريك ايكويشنز اللي هي علاقه الاكس بالتي والواي بالتي، وبالتالي تقدر تطلع معادله مباشره ما بين الفاريبلز بتاعتك اللي هي الاكس والواي. بقول لحضرتك يا دكتور اتفضل، وانا كان ممكن استخدم المثلث هنا؟ طبعا يا معلم، طبعا بص يا باشا تعددت الطرق ومش عارف ايه، فبراحتك ايا كانت الطريقه. يعني انت المهم في الاخر طلع لي الدايركت ريليشن ما بين واي واكس بالطريقه اللي تعجبك. تمام، شكرا جدا حبيبي. طيب ندخل يا اولاد على البارامتر نمبر 2 يا دكتور، وهو المكان او اللوكيشن او في قول اخر البوزيشن. صح، مش البوزيشن يا دكتور، حضرتك ماثيماتيكالي رياضيا بتجيبه بما يسمى الار اهو. تخيلوا يا اولاد لو انا عندي مثلا ده المسار اللي بيتحرك عليه الجسم وجيت في لحظه معينه كان هنا، فهنا الار ده يا اولاد اهو الار كفيكتور اللي هو الخط الواصل من الاوريجين للبارتكل، حضرتك بيتحدد بكام فاريبل؟ 2 اللي هي المسافه اكس والمسافه واي. فحضرتك لو عايز تكتب الار دوت في الماثيماتيكال فورم هيتكتب اكس ان دايركشن اوف اي بلس المسافه واي ان دايركشن اوف جي، بس كده.
هو ده البوزيشن او اللوكيشن او المكان، وبيطلع فانكشن في التايم. يا دكتور خدوا بالكم يا اولاد ان الاكس والواي دول مش ارقام ثابته، دول بيبقوا فاريبلز متغيرين. طب العنصر الثالث يا دكتور وهو الفيلوسيتي. حضرتك كنت قلت لنا في اول محاضرتين ان الفيلوسيتي هي الدي ار باي دي تي، الدي ار باي دي تي صح؟ طب ما ده معناه ايه بقى؟ عارفين انت اولاد في الماثيماتكس لما تيجي تقول مثلا دي واي باي دي اكس بتسموها ايه يا اولاد؟ دي واي باي دي اكس بتسموها واي داش، مش كده؟ اه تمام. مش طيب، لكن اي ديريفاتيف وذ ريسبكت تو ذا تايم تي يا اولاد، حد عنده فكره بياخد لفظ ايه او بنديله مسمى ايه؟ معدل الزمن نود نود في نود. لا دوت اسمها دوت. يعني هنا بالراحه كده من الاول بقى، من الاول دكتور الفيلوسيتي هتساوي الدي ار باي دي تي. تخيلوا يا شباب اهي المعادله دي لما اجي اعمل لها ديريفاتيف او تفاضل بالنسبه للتايم هتطلع ايه بقى؟ الار هتبقى في. طب ديت هنا الدي اكس باي دي تي يا اولاد بسميها اكس دوت، هتبقى ان دايركشن اوف اي، بلس الدي واي باي دي تي يا دكتور هيبقى اسمها واي دوت ان دايركشن اوف جي. تمام حاضر. الاكس دوت يا دكتور حسين تقصد بيها ايه؟ اللي هي اسمها يا اولاد ذا هوريزونتال كومبوننت اوف فيلوسيتي، وفي قول اخر بنسميها في اكس، يعني الاثنين زي بعض يا اولاد. الاكس دوت هي الفي اكس، نفس الاسم. طب والواي دوت اكيد يا دكتور هي اسمها الفيرتيكال كومبوننت اوف فيلوسيتي، واقدر اسميها في واي. طيب حبيت اجيبها يا اولاد كماجنيتيود، الفيلوسيتي از A magnitude is called speed. بنديها لفظ speed يا أولاد. طب وبتتحسب إزاي يا دكتور ال V كماجنيتيود؟ بتبقى square root لل V X squared plus ال V Y squared. خلاص؟ طيب إيه أهم يا أولاد ما يميز ال velocity؟ خير يا دكتور؟ إنها دائما وأبدا بتبقى directed في اتجاه التانجنت. ال velocity vector يا ولاد always directed along the tangent of the curve. عشان كده اقدر اكتب ال velocity يا ولاد بفورمولا انتوا كلكم عارفينها من الاستاتكس. طالما الدكتور بيقول ان ال velocity دائما وابدا بتبقى directed along the tangent، يبقى اقدر اقول ان ال velocity vector equals ال velocity as a magnitude في اليونت فيكتور اللي في اتجاهها، اللي هو طبيعي اليونت فيكتور في اتجاه التانجنت اللي انا بسميه اولاد تي كاب. ايه يا دكتور حسين التي كاب ده ايه ده؟ ده اسمه اولاد اليونت فيكتور along the tangent. حتى اوقات انا ممكن ده من ضمن الاسئله اللي اسالك عليها في المسائل وفي الامتحانات اهو، يعني دي الايكويشن دي فاليد يا دكتور. اه طب لو جبت لك سؤال قلت لك فايند the tangent unit vector عند اي تايم يا اولاد بختاره لك، مثلا عند تي مثلا بثلاث ثواني، تي بخمس ثواني، وات ايفر. التي كاب يا دكتور من الايكويشن ديت اقدر اقول انها هتبقى الفيلوسيتي فيكتور على الفيلوسيتي از ماجنيتيود. في اي مساله اقدر اجيب التانجنت يونت فيكتور على انه الفيلوسيتي فيكتور على الفيلوسيتي از ماجنيتيود. طب ده بسبب ايه يا دكتور؟ ان الفيلوسيتي فيكتور بتكون directed along the tangent of the curve، نتيجة انها بتساوي دي ار باي دي تي. طيب زي الفل. اخر عنصر يا دكتور في وصف الحركة وهو الاكسلريشن، العنصر الرابع الاكسلريشن. حضرتك احنا عارفين ان الاكسلريشن هي الدي في باي دي تي، الدي في باي دي تي. طيب ما انا عندي الفيلوسيتي اكس دوت واي دوت، خلاص يبقى اكيد الاكسلريشن يا دكتور هتبقى التفاضل الثاني، يعني هتطلع حاجه اسمها x دبل دوت يا اولاد ان دايركشن اوف اي بلس y دبل دوت ان دايركشن اوف جي. بنفس المنطق، مش عايز والله يا اولاد ابقى بعيد الكلام، مش عايز بس الموضوع، بس ال x دبل دوت يا دكتور اسمها ايه بالكلام؟ اسمها ذا هوريزونتال كومبوننت اوف اكسلريشن، عشان كده ممكن نسميها ax. وال y دبل دوت يا اولاد اسمها الفيرتيكال كومبوننت اوف اكسلريشن، عشان كده بنسميها ال ay. بس طيب في ناس بتفهم غلط، بتقول لي يا دكتور حسين هل الاكسلريشن
بتبقى زي الفيلوسيتي دايركتد الونج ذا تانجنت. لا هي اهم حاجه بس يا ولاد تبقى انسايد ذا كيرف. يعني ايه انسايد ذا كيرف؟ يعني لو دي الفيلوسيتي اهي الاكسلريشن بس لازم تبقى جوه الكيرف. طب في احتمالات ثلاثه، يا تبقى كده الاكسلريشن، يا تبقى كده، يا اما تبقى كده بيربنديكولار على الفيلوسيتي. حد يا اولاد يعرف ايه الثلاث حاجات دول؟ يعني دي بتبقى امتى ودي بتبقى امتى ودي بتبقى امتى؟ بس المهم انها جوه الكيرف. حد يعرف ولا بشرحها لكم في وقتها يا اولاد؟ امتى الاكسلريشن في السنترابيتال اكسلريشن؟ لا لا انا بتكلم على التوتال اكسلريشن. بصوا اولاد من الاخر، من الاخر يعني، ودي هشرحها لكم بالتفصيل قدام، مش عايز اضيع فيها وقت كتير. بس عموما الحاله الاولى دي، الحاله الاولى اللي هي الاكسلريشن قريبه من الفيلوسيتي، دي بتحصل لو السبيد مش الفيلوسيتي، السبيد اللي هو الماجنيتيود اوف ذا فيلوسيتي، يعني لو السبيد اللي بيتحرك بيها البارتكل على الكيرف انكريزز، يعني دايس بنزين، لو السرعه بتزيد. طب والحاله دي يا دكتور اللي هي ورا دي، ورا دي في حاله لو السبيد ديكريزز، يعني الجسم بيتحرك على الكيرف وسرعته بتقل. امال الحاله الثالثه دي يا دكتور اللي هي بيربنديكولار، دي بتحصل في حاله لو السبيد كونستانت، بيتحرك بسرعه ثابته، سرعته ما بتتغيرش. خلاص؟ طب يا دكتور دي يعني المهم انها في الاخر انسايد ذا كيرف. حضرتك هتقول لنا الحالات الثلاثه دي بالتفصيل قدام، اه لما ناخد الطريقه الثانيه بتاعه التانجنت اند نورمال ميثود. ايه دي يا اولاد الايه؟ العناصر الاربعه بتاعه وصف الحركه في طريقه النهارده. باث، وحضرتك قلت بتجيبه باي اليمينيتنج ذا بارامتر تي، تمام. البوزيشن بجيبه اكس واي، الفيلوسيتي اكس دوت واي دوت، الاكسلريشن اكس دبل دوت واي دبل دوت. طيب يا دكتور هو حضرتك مسهل علينا قوي الدنيا كده ليه؟ حضرتك شغال في البلين، في البلين كله يا سيدي. والله ما هتفرق لو جبت لك مساله في السبيس يا اولاد، كل اللي هيتغير هيزيد معاك باث ايكويشن، يعني بدل ما يبقى عندك 1 باث ايكويشن هتبقوا معادلتين، والسرعه البوزيشن هيزيد له كومبوننت اللي هي الزد، وبالتالي الفيلوسيتي هيبقى فيها اكس دوت، الاكسلريشن اسف هيزيد لها زد دوت، والاكسلريشن هيزيد لها مركبه ثالثه في اتجاه الزد اللي هي زد دبل دوت. فهي مش فارقه والله يا اولاد. بس فانا بس لما بشرح يعني عشان بس يبقى الموضوع كده لذيذ وبتاع، فانا شغال على اللي هي الحاله لو في البلين بس مش اكتر. الى جانب ان معظم المسائل فعلا اللي في التكست بوك على الحركه في البلين يعني. ماشي يا دكتور، ممكن سؤال؟ اتفضل يا حبيبي. هو ايه التي كاب على هو ايه اللي هو التي كاب اللي هو الفي فيكتور على الفي ده؟ اللي هو التانجنت يونت فيكتور. يعني انت جيت اهو، بص يا حبيبي، مش احنا كنا دايما بنحدد يونت فيكتور في اي اتجاه في الاستاتكس؟ صح ولا لا؟ من حقك تحدد في اي اتجاه خلق ربنا اليونت فيكتور بتاعه، صح؟ ايوه. طيب اهو، مش انت عندك الفيلوسيتي فيكتور في اتجاه التانجنت؟ ايوه. حلو خلاص، لو سالتك في يونت فيكتور في اتجاه المماس اسمه تي كاب، اهو تي كاب. ده اليونت فيكتور يعني؟ يونت فيكتور along the tangent، ما انا كاتبها هو والله اهو. بص حبيبي اهو، صورت اهو اهو، بص عامل لك سهم اهو التي كاب، قلت لك ايه؟ ذا يونت فيكتور along the tangent اهو. واضح ان انت كنت نايم او حاجه. يلا اولاد، اول اكزامبل معانا يقول لي ا بارتكل از موفينج الونج ذا اكس واي بلين. بارتكل از موفينج الونج ذا اكس واي بلين، اون ا كيرف، اون ا كيرف، ادي الاكس وادي الواي وادي الاوريجن، والبارتكل يا اولاد اهو بيتحرك على كيرف معادلته، هو الراجل اللي مديهاني واي ايكوالز اكس سكويرد اوفر 10، بينما المسافة x أثناء الحركة بتتغير بالعلاقة x equals at. يقول لي find the position of the particle والvelocity بتاعته and the acceleration at t equals 2 seconds. طيب دكتور مش دي حركة في البلين؟ يبقى عشان تجيب البوزيشن والفيلوسيتي والاكسلريشن في اي لحظه حضرتك بتحددها لنا، انت مطالب ان انت تحسب ست حاجات، سته
ايه الرقم الغريب ده؟ ست. ما هو البوزيشن يبقى انت محتاج تعرف اكس وواي، ادي كده 2. لو هتجيب الفيلوسيتي محتاج تعرف حاجه اسمها اكس دوت واي دوت، ادي كده 2 كمان يبقى 4. عشان تجيب الاكسلريشن لازم تحسب الكومبوننتس بتاعتها اللي هي الاكس دبل دوت والواي دبل دوت، هما دول الست حاجات يا اولاد. طيب مبدئيا يا دكتور، مش انا معايا الاكس؟ خلاص ما عامل لها تو ديريفاتيفز، يعني فاضلها مرتين. طالما الاكس يا دكتور ايكوالز اي تي زي ما انت مداني، يبقى اكيد الاكس دوت هتبقى ب 8، بس انا كل اللي بعمله بفاضل. واكيد يا دكتور هتبقى الاكس دبل دوت هتبقى ب 0. طب بنفس المنطق، مش حضرتك بتقول ان الواي من المعادله بتاعت الكيرف ايكوالز اكس سكويرد اوفر 10؟ ما تحط الاكس زي ما انا مديها لك ب 8 تي واعمل لها سكوير، هتبقى 64 تي سكوير اوفر 10، يعني هتطلع في الاخر يا اولاد 6.4 تي سكوير. دكتور ده طالب منك فيلوستي واكسلريشن، خلاص زي ما عملت مع الاكس اعمل مع الواي، يعني اعمل لها ديريفاتيف مرتين. يبقى لو دي الواي يا اولاد يبقى الواي دوت، نزل الاثنين هنا تطلع 12.80، ويبقى الواي دبل دوت التفاضل بتاع الكلام ده هيطلع 12.8. طيب دكتور هو طالب مني احسب فين؟ عند تايم ثانيتين اهو، اند ات ذا جيفن تايم اللي هو 2 سكند، هيبقى اعوض في الستة يا اولاد، اروح احسبهم كارقام عند تايم 2، فالاكس هتبقى 16، الاكس دوت زي ما هي 8، والاكس دبل دوت يا اولاد هتطلع 0 زي ما هي. طيب عند نفس التايم يا دكتور الواي هتبقى بكام؟ لو حطيته هنا يا اولاد التايم ب 2 وعملت له سكوير هتطلع الواي 25.6 متر. طب والواي دوت؟ حط يا ابني التايم هنا ب 2 في الواي دوت هتطلع برضو نفس الرقم صدفة، يعني 25.6 بس متر بير سكند لأنها فيلوسيتي. طب والواي دبل دوت هتفضل يا دكتور زي ما هي 12.8 متر بير سكند سكوير. خلاص بالأرقام دي كده أقدر أجاوب له على السؤال بتاعه، سهلة جدا جدا أهو. ذن الإجابة على السؤال، البوزيشن يا دكتور، البوزيشن R عند تايم 2، عند تايم 2 اللي حضرتك طالب ان انا احسب عنده هيطلع اكس واي، يعني هتطلع 16 في اتجاه الاي بلس 25.6 في اتجاه الجي. سؤال يا اولاد، سؤال لو جيت قلت لك في مساله، يعني سؤال بدرجه، قلت لك فايند ات ذيس انستنت، فايند ات ذيس انستنت ذا دايركت ديستنس، ذا دايركت ديستنس بين ذا اوريجين اند ذا بارتكل، يبقى عايزك تحسب ايه؟ السكوير روت بتاع ال 16 سكوير. او طلبت منكم يا اولاد المسافه المباشره، المسافه المباشره ما بين الاوريجين والبارتكل اهو، الاو بي، الاو بي هتساوي الماجنيتيود اوف ار، المودولس اوف ار اللي هي السكوير روت دي 16 سكوير بلس 25.6 سكوير. دي اسمها ايه يا دكتور السؤال ده؟ ايه the direct distance، the direct distance between the origin and the particle اللي هي تبقى الماجنيتيود اوف ار، الماجنيتيود اوف ار. طيب بالنسبه للفيلوسيتي يا دكتور، طبعا معلش يا اولاد الشاشه نزلت بس انا فاكر الارقام، الفيلوسيتي يا دكتور عند تايم 2 المفروض انها اكس دوت واي دوت، فهتبقى 8 في الاي بلس 25.6 في الجي. لو عايز يا اولاد الفيلوسيتي دي سالتك مثلا قلت لك في الامتحان هاتها لي كماجنيتيود وكدايركشن. طب يا دكتور الفي 2 كماجنيتيود، كماجنيتيود هتساوي السكوير روت لل 8 سكوير بلس 25.6 سكوير، هيطلع الرقم ده تقريبا يا اولاد 26.8 متر بير سكند. طيب زي الفل. طيب لو عايز هنا كمان يا اولاد الدايركشن بتاعها، فهقول ايه؟ tan theta of the velocity، tan theta for the velocity هتطلع y dot divided by x dot. طب ليه يا دكتور مش العكس؟
يا حبيبي ما هو غالبا الانجل هقيس هجيبها مقاسه من الاكس اكسس، فيبقى تاني الانجل بتاعها الاوبوزيت على الادجيسنت المقابل على المجاور، فتطلع الفيرتيكال كومبوننت مقسومه على الهوريزونتال كومبوننت المركبه الراسيه على الافقيه. يعني هتطلع هو يا اولاد اهو ثيتا، ثيتا اوف ذا فيلوسيتي هتطلع تان نيجاتيف 1 الواي دوت اللي هي 25.6 على الاكس دوت اللي هي 8. هتطلع الانجل دي يا اولاد تقريبا هي 72 بوينت حاجه، تقريبا اعتبروها 73 6. يعني اوكي، بس انا يعني قربتها ما يجراش حاجه، مفيش مشكله. انت كده يا دكتور حسين طلعت ايه؟ انا طلعت الفيلوسيتي كماجنيتيود وك دايركشن بنفس المنطق يا اولاد. الاكسلريشن يا دكتور at the same time too هي x double dot y double dot. ال x double dot يا دكتور حضرتك طلعتها صفر اصلا. طب وال y double dot يا اولاد اللي فيكم فاكر الرقم كان 12.8 جي كاب. طيب زي الفل. يبقى الاكسلريشن دي يا اولاد عايز اجابه في ثانيتين مش في ثلاثه. لو سالتك هنا ذن ال a2 كماجنيتيود تطلع بتساوي كام؟ 12.8 هي. برافو عليك، ما هي صح. طب وكدايركشن بقى الثيتا اوف ذا اكسلريشن عايز اجابه مباشره. What is the direction of the acceleration relative to the x axis؟ نفس اتجاه السرعه الايه؟ نفس اتجاه الفيلوسيتي فيرتيكال 90. اهي يا ابني الثيتا اوف ذا اكسلريشن هتبقى 90 يا اولاد. 90 ايه ده؟ ايوه 90 يا ابني. برافو عليك يا حبيبي. هو والله يا دكتور ما هي اوريدي مالهاش اكس كومبوننت، الاكسلريشن اهي توتالي في اتجاه الواي اهي والله اهي. يعني معنى كده يا دكتور عامله مع الاكس اكسس الانجل دي اللي هي ثيتا ايه هتبقى في 90 مش كده؟ طيب طب افرضوا يا اولاد كده المساله خلصت، طلعت لك يا دكتور البوزيشن والفيلوسيتي والاكسلريشن زي الفل. طب تعالوا نقول شويه اكسترا كويستشنز كده. اول سؤال لو قلت لك فايند ذا تانجنت يونت فيكتور، خلاص ده سهل يا دكتور، حضرتك قلته اثناء الشرح اهو. ادي تي كاب يا دكتور هتبقى بتساوي الفيلوسيتي فيكتور على الفيلوسيتي كماجنيتيود بس. ده ايه ده يا دكتور؟ ده تاني الناس اللي بتسال ده يا اولاد اسمه اهو، تاني هكتبه اهو اسمه التانجنت يونت فيكتور بالعربي يا دكتور اسمه ايه؟ متجه الوحدة في اتجاه المماس. التي كاب في فيكتور على البي ماجنيتيود، فبالارقام اللي معايا هتبقى 8 في الاي بلس 25.6 في الجي على الماجنيتيود اللي احنا كنا طلعناه. انا فاكر الرقم كان 26.8 بس. خلاص اقسم ال 8 على الرقم ده هيطلع لك رقم صغير، اقسم ال 25.6 برضو هنا بس، يعني تقدر تكتبها كده رقم في الاي ورقم تاني في الجي. طب السؤال اللي جاي ده بقى بتاع الناس الامتياز. لو قلت لك فايند السؤال اللي جاي ده امتياز بجد والله. لو قلت لك فايند اولسو ذا اكسلريشن كومبوننت along ذا تانجنت دايركشن. ممكن اضرب القيمه بتاعت الاكسلريشن في اليونت فيكتور بتاع التانجنت فيكتور فيلوسيتي. حضرتك بتقول السؤال ده امتياز؟ عايز اسمع من الناس الشاطر ازاي في مساله زي كده. ممكن اضرب الماجنيتيود بتاع الاكسلريشن في اليونت فيكتور بتاع التانجنت هتبقى بسيطة. نعمل دوت برودكت للاكسلريشن فيكتور مع التانجنت دوت برودكت تقريبا هتبقى بزيرو عشان هي دايركت على الواي اكسس. قولوا هنعمل دوت برودكت مع اليوني مع اليونت فيكتور بتاع لا 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 هنعمل التانجنت على لا مش سامعك يا ابني علي صوتك شويه بتقول ايه؟ الاكسلريشن اصلا تانجنت على الفيلوسيتي فهم الاثنين نفس الاتجاه فهي. طب هو انا مش قادر اميز قوي بس عموما يا اولاد بنفس منطق
الاكسلريشن اصلا ايه؟ ايه الاكسلريشن اصلا ايه؟ مش احنا جبنا ان الاكسلريشن طيب هو انا يعني طب بصوا يا ولاد انا مش يعني مش قادر اميز قوي الاصوات، بس عموما اهو الاي تانجنت يا دكتور بنفس منطق الترم الاولاني. حضرتك فاكرين في اول محاضره بتاعت الفيكتورز او تاني محاضره يمكن في الاستاتكس انا اللي بفكر لما كنت بتجيب الكومبوننت اوف ا فيكتور الونج انذر فيكتور كنت بتعمل ايه؟ بتضرب الفيكتور الاصلي يا اولاد، الفيكتور الاصلي دوت اليونت فيكتور في الاتجاه اللي انت رايح له. فحضرتك لو عايز الاكسلريشن في اتجاه التانجنت اضرب الاي ضرب قياسي او فيكتور اللي في اتجاه التانجنت اللي هو التي كاب. الله، يبقى ده كلام، ده هيبقى ايه دوت التي كاب يا دكتور حسين؟ مش هي الفيلوسيتي فيكتور على الفيلوسيتي ماجنيتيود؟ اه طب حلو قوي، حولوا لي يا اولاد المعادله دي بارقام. يا سلام تؤمر يا دكتور. الاكسلريشن اصلا مركبتين، صفر في اتجاه الاكس و12 و8 من 10 في اتجاه الواي، هتبقى الضغط الفيلوسيتي فيكتور على الفيلوسيتي ماجنيتيود اهو 8 في الاي بلس 25.6 في الجي على الماجنيتيود اللي هو 26.8. طب هو احنا دكتور فكرنا كنا بنعمل ايه في الدوت برودكت؟ كنا بنضرب اكس في اكس بلس واي في واي، يعني بالظبط يا اولاد الاي تانجنت اهي، الاي تانجنت هتطلع، خد الرقم ده بره الاول كومن فاكتور اهو. طب وجوه هيبقى 0 في 8 0 تايمز 8 5.6 يا ولاد تقريبا الاي تانجنت بالطريقه دي هتطلع 12.22. كده يا دكتور انت جبت ايه؟ انا جبت الاكسلريشن كومبوننت along the tangent direction بنفس فكره الترم الاولاني وهو الدوت برودكت. طب سؤال يا اولاد، هل كان في طريقه يا دكتور ثانيه غير طريقه الدوت برودكت؟ طبعا اقولها لكم اهو، اور يا اولاد، اور كبيره اهو، اور انذر ميثود اللي هي بالريزوليوشن يا اولاد. ازاي؟ بصوا يا حضرات الدكتور قال هفترض ان هي دي اللحظه اللي فيها التايم بتو، الدكتور طلع الفيلوسيتي كده في اتجاه التانجنت وطلع حاجه هنا اسمها ثيتا اوف ذا فيلوسيتي اللي انت قلت لنا يا دكتور تقريبا 73. طيب والاكسلريشن حضرتك قلت انها فيرتيكالي اهي. طب لو حضرتك بقى عايز تجيب الاكسلريشن دي مركبتها في اتجاه التانجنت اضربها في كوزاين الانجل دي. طب ما هو لو دي 73 يبقى الانجل اللي جوه دي يا ولاد 17 ولا كام؟ 27 هو 90 ناقص 73 كام؟ 27 27 يا ابني، 27 مين يا ابني؟ الله يبارك لك. 17 انت ايه يا ابني لسه ما فطرتش ولا ايه؟ صح هتبقى 17 يا ولاد. طب ما هو ده يا دكتور ده اتجاه الاي تانجنت صح؟ خلاص يبقى بنفس منطق برضو الترم الاول يا ولاد، لو انت عايز تعمل ريزوليوشن اضرب في كوزاين الانجل اللي ما بينها وما بين التانجنت اور انذر ميثود اهو يا ولاد، الاي تانجنت مباشره هتساوي الاي في كوزاين 17. طبعا انا عشان قربت الانجل يا ولاد يعني ماشي اوكي، فالاكسلريشن نفسها كانت 12.8 في كوزاين 17 هتطلع تقريبا برضو 12.22 او 12.2. يبقى انا كده قدرت اجيب في المساله دي ايه؟ الاي تانجنت، الاي تانجنت الاكسلريشن كومبوننت ان دايركشن اوف ذا تانجنت. طيب يلا ناخد اكزامبل تاني. بيقول لي a plane طيارة يا أولاد، a plane is flying along a curve given by the equation
y equals 0.01 x squared such that the vertical component يا ولاد ال vy او ال y dot is constant and equals 10 meter per second. لا يا دكتور بالراحة والنبي، يعني ايه يا دكتور؟ الطيارة دي يا ولاد وهي طايرة كده وهي طايرة كانت بتتحرك ب vy ثابتة اللي وقيمتها 10 meter per second. Fine. The velocity and acceleration at the instant y equals 100 meter. عايز يا دكتور؟ عايز احسب الـ velocity والـ acceleration في اللحظة اللي فيها الطيارة هتبقى على ارتفاع 100 متر. طيب مبدئيا يا دكتور المسألة دي ما فيهاش position؟ لا يا معلم ما طلبتش position. الحمد لله أحسن يا رب دايما يا دكتور. يبقى في الحالة دي يا أولاد البارامترز اللي أنت هتدور عليهم مش هيبقوا 6 يا دكتور، لا هيبقوا 4 بس. اللي هم مين؟ الاثنين بتوع الـ velocity x dot y dot والاثنين بتوع الـ acceleration x double dot و y double dot. حلو قوي. حضرتك دلوقتي عشان تحل المسألة دي محتاج 4 حاجات. تخيلوا يا أولاد من نعمة ربنا إن في 2 منهم given already في المسألة. إيه ده بجد؟ والله أهو. هو سينس ال y dot equals constant وبتساوي 10 متر بير سكند، ده معناه ان ال y double dot يا دكتور اللي هي الدريفاتيف بتاع ال y dot طالما ثابته هتكون بزيرو. يبقى انت كده فاضل لك ايه بقى؟ then we need to calculate x dot and x double dot. وانتوا سامعيني يا اولاد؟ الصوت واصل لكم كويس؟ تمام. طيب زي الفل يا اولاد، زي الفل. طيب يا دكتور اجيب الاكس دبل دوت والواي دبل دوت منين؟ يا سلام، اسف، الاكس دبل الاكس دوت والاكس دبل دوت. يا دكتور ده انا معايا معادله سحريه، مش حضرتك قايل لي ان الواي ايكوالز 0.001 اكس سكويرد؟ حضرتك طب ما تسمي المعادله دي واحد وبعدين اعمل لها ديريفاتيف وريسبكت تو ذا تايم، ومش مرة يا ولاد مرتين. ايه ده ازاي يعني يا دكتور؟ ايوه، ما انت لما هتعمل لها تفاضل اولاني بالنسبة للتايم هيطلع لك معادلة ما بين y dot و x dot. معاك يا ابني ال y dot بتين؟ عوض بيها هتطلع ال x dot واعمل لها another derivative تفاضل تاني، هتطلع معادلة ما بين y double dot و x double dot. معاك ال y double dot او استنتجتها بزيرو هتقدر تطلع ال x double dot. طيب تمام يا دكتور، لازم اطلع قيمه اكس الاول صح؟ الله يفتح عليك. صح، وما انت كده كده ما انت اوريدي اهو، انت والله ما هكدب لك خبر، ما انت لو احتجت الاكس هتحط الواي ب 100، مش انت كده كده هتحسب عن الواي ب 100؟ ايوه، بس استنى انت تقصد ايه؟ اطلع الاكس قبل التفاضل يعني قبل الديريفاتيفز؟ عشان احتاجها بعدها. لا، سؤال يعني نعوض الاول ونحسب الاكس ولا نعمل الديريفاتيفز الاول؟ اعوض بالواي الاول، يعني اعوض عن الواي ب 100 اطلع الاكس وبعد ما اطلع رقم افضله يعني اعمل له الديريفاتيفز بعد كده. اعمل الديريفاتيف عشان احتاجها، يعني الديريفاتيف هيبقى فيه اكس واكس دوت. فاعوض مكان الاكس. بص يا اولاد انا مش فاهم زميلكم يقصد ايه، بس لو اللي في بالي هو اللي يجيب الاكس عند الواي ايكوال 100 عشان بعد كده لما نفضل المعادلة اللي هي y equal 0.001x. لا علموا حاجة. اسمع حبيبي، اسمع انت، هو اسمع، بص يا ولاد اللي انتوا اللي انا وصلني من كلام زميلكو ده fatal mistake، غلطة كبيرة جدا، اللي هي ايه يا دكتور؟ اوعى وحذاري. يبقى انت عندك مسألة هتفاضلها لسه خطوتين تعوض بالارقام الاول وبعدين تفاضل. لا الديريفاتيفز الاول او الانتجريشنز الاول اخلصها خالص، ودايما يا اولاد خطوه السبستيتيوشن او التعويض دي في الاخر خالص. يعني هنا يا ابني الله يبارك لك ما تجيبش سيره الواي بكذا خالص، لا انا يا دكتور لسه هعمل تو ديريفاتيفز، اخلص الديريفاتيفز وبعدين ابقى اقول هعوض بمين فين. يعني من هنا يا اولاد باي ميكينج ا ديريفاتيف فور ذيس ايكويشن وذ ريسبكت تو تي
هفاضل بس بالنسبة للتايم هتطلع المعادلة دي y dot equals نزل الاثنين هنا فتبقى 0.002 في x في x dot دي المعادلة 2. يا دكتور يلا نعوض عن الواي دوت بتين. لا مش دلوقتي لسه لسه لما اعمل الديريفاتيف الثاني باي ميكينج انذر ديريفاتيف الواي دوت يا دكتور بعد التفاضل الثاني هتبقى واي دبل دوت ايكوالز خد الرقم ده كومن فاكتور اهو 0.002. طب عندك حاصل ضرب حاجتين بتقولوا ايه يا اولاد لما يبقى عندك بتعمل ديريفاتيف لحاجه في حاجه first في derivative second plus second في derivative first. طبعا عليك ال derivative of the first times the second تفاضل الأول في الثاني فهيبقى يطلع x dot في x dot هتطلع x dot squared plus ال derivative بتاع الثاني في الأولاني يبقى x في x double dot دي المعادلة رقم 3. طيب دكتور هو أنت عايز إيه؟ والله يا أولاد بيني وبينكم أنا متارجت دول ده وده هما دول اللي أنا عايزه. طيب خلاص زي الفل حضرتك بقى ابدأ عوض في المعادلات الثلاثة دلوقتي جاهزة اهو from equation 1 يا أولاد if y زي ما هو قال لي ب 100 متر هقدر اطلع الx انا بس يا أولاد عشان طبعا اديت المحاضرة امبارح فطبعا فاكر الارقام لما هتعوضوا يا أولاد عن الy ب 100 الx هتطلع تقريبا 316.2. طبعا اللي معاه كالكوليتر وعايز يراجع الارقام دي ورايا ماشي زي الفل مش هقول لك لا. حضرتك يا دكتور معلش تاني حطيت الواي ب 100 في المعادله 1 طيب انزل في المعادله 2 الايكويشن 2 بصوا كده يا اولاد كده نظره سريعه حضرتك معاك ايه في المعادله 2 معايا الواي دوت اوريدي جيفن من الاول ب 10 ولسه حاسب الاكس يبقى اقدر احسب الاكس دوت فروم ايكويشن 2 يا اولاد اهو هقدر احط الارقام دي هتطلع الاكس دوت يا اولاد لما تحط كله الاكس والواي دوت هتطلع الاكس دوت ب 15.8 متر بير سكند. طيب في المعادله 3 from equation 3 هقدر اطلع الاكس دبل دوت يا اولاد يلا حد كده لو في حد بس عشان اشوف انتم مصحصحين ولا لا لو حد يا اولاد يعوض هنا في المعادله 3 يقول لي الاكس دبل دوت هتطلع بكام هو يا دكتور خلاص كل الارقام معاك يعني الواي دبل دوت بزيرو نيجاتيف 0.05 نيجاتيف لا هتطلع نيجاتيف 0.78 هتطلع اللي هي تقريبا 0.8 يعني نيجاتيف 0.8 متر بير سكند سكوير. طيب كده خلاص يا دكتور زي الفل يعني كده خلاص حضرتك كده خلصت خلصت اهو هو كان طالب ايه velocity و acceleration يا سلام اهو then ال velocity هتبقى ايه x dot y dot يبقى 15.8 في الاي plus الواي دوت اللي هي already من الاول given ب 10. طيب مش عايز اضيع وقتكم يا اولاد زي الاكزامبل اللي فات طب ال velocity دي لو الدكتور طلبها منك في الامتحان كماجنتيود هتبقى square root لده سكويرد بلس ده سكويرد. طب لو طلبتها كدايركشن حاضر يا دكتور هتبقى الثيتا اوف ذا فيلوسيتي هتبقى تان نيجاتيف 1 واي دوت على اكس دوت يعني ال 10 على 15.8 ده لو الدكتور طلبها كدايركشن يعني. طيب ماذا عن الاكسلريشن؟ والله يا دكتور الاكسلريشن هتبقى اكس دبل دوت في الاي بلس واي دبل دوت في الجي. فما الاثنين معايا الاكس دبل دوت هتبقى نيجاتيف 0.8 والواي دبل دوت نتيجه ان الواي دوت لو تفتكروا كانت كونستنت فالواي دبل دوت هتطلع بزيرو بس. طب يعني من هنا لو مين شاطر يقول لنا الثيتا اوف ذا اكسلريشن هتبقى كام والله اللي يقولها هيبقى برافو عليه 180 جدع صح 180 برافو عليك يا ابني لانها في الاكس مش في الواي بس بالنيجاتيف يعني هي بالظبط شكل الاكسلريشن عامل كده وطبعا البوزيتيف اكس اكسس عامل كده فيبقى الانجل اللي ما بينهم مش صفر لا الانجل اللي ما بينهم هتبقى 180 بس خلاص تمام. طب دكتور مره واحد يا اولاد انا هنا برضو خد بالك مش الهدف ان انا احل الاكزامبل لا والله ابدا الهدف الاساسي ان انت ازاي تفكر في حل البروبلم هي اسمها بروبلم مشكله وانت عايز تحلها
واحد قال لي ايه يا دكتور حسين، طب حضرتك حليت المساله دي كلها بتجاهل البارامتر تي خالص. قلت له يعني ايه يا ابني، وضح لي شويه. يعني حضرتك حليت، بدات المساله ونهيتها، ما دخلتش فيها عنصر التايم خالص. قلت له اه فعلا، لان استخدمت اللي هي حاجه اسمها التشين رول في التفاضل وخلاص. قال لي طب هو حضرتك ما كنتش تقدر تحل المساله ان ترمز اوف تي؟ قلت له لا كنت اقدر. ازاي؟ اهو another solution by using. معلش عايز اسال سؤال. طبعا اتفضلي يا بنتي. هو مش المفروض ان واي دوت هو اللي بمية مش واي بس؟ لا الواي دوت بعشرة. امال مية دي جت منين؟ اللي هو قال لك احسبي عند واي بمية. اهو ارجعي كده لراس السؤال، اقري كده معلش. اهو معرفش ظهرت قدامك ولا لا. اه تمام خلاص، ما كنتش واخده بالي معلش. تمام يلا يا اولاد. يلا ايه يا دكتور، هل كنت ممكن احل المساله دي بطريقه تانية؟ بطريقه تانية يعني تبقى ان ترمز اوف تي. اه ازاي يعني؟ اقول له مش حضرتك قلت ان الواي دوت زي ما لسه زميلكوا سالك كانت بتن؟ قلت له اه. خلاص هقول له باي انتجريشن بالتكامل يا اولاد، هعمل لها تكامل. اه والله صح يا دكتور، الواي هتطلع ساعتها هتبقى 10 تي بلس كونستنت. طب وبعدين؟ اعتبر يا عم وده حقك، اعتبر الستارت بوينت اللي انت بدات منها هي الاوريجن. اه يعني حضرتك تقصد تقول ان احنا هنعتبر ان عند تايم 0 الواي ب 0. اه يبقى الكونستنت ده يطلع ب 0، يعني في الاخر الواي هتطلع ب 10 تي. صح كده. طيب مش حضرتك كنت مدينا معادله ان الواي ايكوالز 0.001 اكس سكويرد؟ تمام، ده معناه يا اولاد ان الاكس سكويرد هتطلع واي على 0.001، يعني هتطلع 1000 واي. عوض عن الواي ب 10 تي زي ما انا طلعتها، يعني هتطلع الاكس سكويرد بكام؟ 1000 في واي اللي هي 10 تي، يعني هتطلع يا اولاد 10000 واي. طب يا دكتور حسين الله يبارك لك، نور لنا نور لنا. هو انت عايز توصل لايه يا ابني؟ انا كده كده التارجت بتاعي الاساسي انا عايز اكس دوت واكس دبل دوت. يا دكتور مش المفروض 10000 تي؟ تي. اه والله يا ابني الله يفتح عليك. شوف النبي العال، يبقى انا اللي ما فطرتش يا ابني معلش. اهو صح صح 10000 تي ماشي صح. طيب دي يا دكتور مش اكس، دي اكس سكوير. خد الجذر التربيعي، يبقى الاكس يا دكتور هتطلع جذر ال 10100 وجذر التي اللي هو تي اس نص. بس معادله يا اولاد زي الفل اهي، ادي الاكس اهي، معادله اللي هي بيسموها ايديال، ايديال ايكويشن. حضرتك اعمل لها تفاضل مرتين المعادله دي اهو، ذن الاكس دوت اهي يا دكتور هتطلع، اعمل تفاضل للمعادله دي، نزل النص تطلع 50 في تي تو ذا باور نيجاتيف هاف، يبقى بالمنطق برضه بالمره اكس دبل دوت هتطلع، نزل النيجاتيف نص يبقى نيجاتيف 25 في تي. تي هتبقى تو ذا باور كام يا اولاد؟ نيجاتيف 3 اوفر 2. برافو عليك. ايه بتقولي ايه؟ نيجاتيف 3 اوفر 2. طيب سؤال بقى يا اولاد، سؤال دكتور، هو انا دلوقتي عشان احسب الاثنين دول اعوض عن التايم بكام؟ يلا المفروض احط هنا التايم بكام؟ ده سؤال بقى اروح عند المعادله بتاعت الواي واحط، يعني مركز اروح عند المعادله بتاعت الواي واحط عند الواي بتاعت الواي واطلع التي تطلع ب 10. التي هتطلع ب 10، الله يبارك لك يا ابني. صح التي هتطلع ب 10. ده ازاي ده يا دكتور يا حبيب قلبي؟ مش الواي بتساوي 10 تي؟ اه واقول لك، هو قال لك احسب عند الواي ب 100، يبقى التايم هنا التايم هيبقى 100 على 10، يعني هتطلع 10 ثواني. فعلا يا اولاد اهو تعوضت فعلا على التي ب 10. التي ب 10 انا متاكد اهو وانا سايب ايديا ان الاكس دوت فعلا هتطلع 15.8 متر بير سكند، وفعلا الاكس دبل دوت هتطلع نيجاتيف 0.8 متر بير سكند سكوير.
ايه ده دكتور دي نفس الإجابة. طبعا يا ابني نفس الاجابات هي القصه يا اولاد حبيب قلبي في الداينامكس يا اولاد عموما يمكن ده يمكن احسن شويه من الاستاتكس المرونه في الحل اوصل للحل المشكله بتاعتك باي طريقه تعجبك باي كله صح المهم ان انت توصل معلش يا دكتور عندي سؤال قول هو ايه الفيتال ميستيك في ان انا اعوض قبل ما اعمل الديريفاتيف في الاول في اول سوليوشن طيب حاضر انت طلعت دلوقتي الاكس دوت والواي دوت بارقام صح حاضر الفيتال ميستيك اهي ان الواي ايكوالز 0.001 اكس سكوير فانا هقول له ايه بوضع الواي ايكوالز 100 فالاكس طلعت كام 316.2 متر خلاص طلعت رقم بتفاضل الرقم ده يبقى الاكس دوت بزيرو والاكس تفاضل الرقم بزيرو احنا نعمل انا هبقى داخل على المعادله اللي تحتها وانا معايا النون من قبل ما اجيبه يعني يعني ايه مش فاهم لا وضح لي سؤالك يعني انا عوضت فجبت النون اللي هو اكس بعدها لما اعمل تفاضل للايكويشن هبقى داخل بدل ما يبقى معايا 2 النون هيبقى معايا واحد بس طب بص يا ابن الله يبارك لك قول لي انت نصل اكتب انا ازاي ماشي بعد ما عوضنا جبنا ال 300 يعني انا معايا المعادله دي معايا المعادله دي اهي 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 هل اعمل ديريفاتيفز الاول ولا اعوض عن الواي ب 100 اطلع الاكس اعوض مكان الواي ب 100 واطلع الاكس بعدها اعمل ديفرنشيشن هتعمل لها ديفرنشيشن باكس ولا ب 316 لا باكس طب خلاص يا ابني طب ودنك منين يا جحا طب ما ده اللي انا بقوله ايوه ما انا خلاص لما تخلص الديريفاتيفز الاول كان ايه الغلط اللي فيه كمل لا انا كنت بسال بس عايز اعرف ايه الغلط فيها يعني يا حبيب قلبي ان انت حولت الفاريبل لرقم الفاريبل ده لسه هيتفاضل لسه هعمل له ديفرنشيشن دكتور هو مش قصده يفاضل الرقم هو قصده يعني في الاخر لما يبقى معايا الواي ب 100 دي زي معطى يعني يبقى معايا كمان الاكس اعوض على طول هي يعني بدل ما طب سؤال يعني ده غير اللي انا قلته يعني لا هو لا بس هو يعني خطوة قبل خطوة بس هو ايه نفس الحل هو طب عامة دي يا ابني اسمها ايه دي اسمها التولز بتاعتك انت براحتك استخدم التولز او الادوات بتاعتك زي ما انت عايز معي. يعني مش فارقة معايا يعني طريقة الحل ازاي المهم بس ما تغلطش يعني انا خلاص اللي جيب يبقى انا اللي جيب داري يا ابني وانا فهمتك غلط ان انا تخيلت ايه وخد بالك اللي انا بقوله ده في طلبة بتعمله فعلا ان هو بيحول الفاريبل اكس الرقم فطبعا الرقم دوت لما هتيجي تعمل له ديفرنشيشن هيبقى بزيرو خلاص بس دي الفيتال ميستيك اللي انا اقصدها خلاص طالما انت فاهمها ومش هتقع فيها خلاص يبقى دار ما دخلك شر مفيش مشكله خلاص تمام شكرا لحضرتك العفو حبيبي طيب الاكزامبل اللي بعد كده يا اولاد بيقول لي a particle is moving in the xy plane such that the velocity vector is given in the form 3i cap plus 6 minus 2t in the direction of g cap knowing that this particle starts its motion from the origin يا سلام كتر خيرك يعني قصدي يقول لي ايه خد بالك يا معلم ان عند تايم زيرو الاكس هتكون بزيرو والواي كمان بزيرو حاضر خدوا بالكم ده يا اولاد ده مش في المساله انا اللي مزوده ده طيب انا بس ترجمت لك حته هو ستارتس فروم ذا اورج طب عايز ايه بقى ايه المطلوب في المساله دي يقول لك فايند ذا فولوينج نمره واحد عايز الباث ايكويشن قول لنا الباث ايكويشن بتاعت البارتكل دوت هتبقى شكلها ايه نمره 2 عايز يحسب البوزيشن ار والفيلوسيتي فيكتور في والاكسلريشن فيكتور اي ات ذا انستانت تي ايكوالز 1 سكند ده المطلوب الثاني طب المطلوب الثالث يا اولاد عايز الديسبيسمنت دلتا ار ديورينج ذا انترفال من تايم 1 تو تايم 3 طيب اوكي دكتور هو عشان اجيب الباث ايكويشن ديت لو رجعنا الاول المحاضره حضرتك محتاج تجيب الاكس كفانكشن في تي والواي كفانكشن
في تي، وبعدين تبتدي تعمل eliminating او حذف للبارامتر تي. طب حضرتك مديني في المساله الجيفن هي الفيلوسيتي، يعني معنى كده الكومبوننت الاولانيه دي يا اولاد اقدر اقول عليها اكس دوت، والكومبوننت الثانيه دي هتبقى واي دوت. طب خلاص يا دكتور، طالما معاك اكس دوت وعايز اكس اعمل انتجريشن. ففعلا اهو مش هكذب خبر يا اولاد، اهو سنس الدكتور مديني الاكس دوت بتلاتة، يبقى لو عملت انتجريشن اهو انتجريشن هيبقى الاكس ايكوالز 3 تي بلس كونستانت. طب الكونستانت ده بكام يا اولاد؟ بزيرو. ليه؟ حضرتك قلت لي الحمد لله الانيشال كونديشنز اوف ذا بروبلم ان هو بادئ من الاوريجين، يعني عند التايم زيرو الاكس بزيرو، يبقى الكونستانت ده هيطلع بزيرو، يعني الاكس في الاخر هي هتطلع 3 تي. ادي الايكويشن نمبر 1. سؤال، قول يا حبيبي. دكتور انا مش محضرتش من اول محاضره، بس عايز اسال، انت كل ما بتعمل انتجريشن تعملها على التي ليه؟ يعني مش فاهم. لان احنا شغالين داينامكس، احنا شغالين حركه، يعني كل يعني الفاريبل الاساس بتاعنا هو التايم. ماشي، شكرا دكتور. طيب يلا يا اولاد بنفس المنطق، حضرتك يا دكتور مديني الكومبوننت الثانيه اللي هي واي دوت هتبقى ايه؟ 6 ماينس 2 تي. نفس الكلام يا اولاد، يلا اعمل انتجريشن يا دكتور. يا سلام، يبقى الواي دوت هتتحول الى واي، هتساوي الستة يا اولاد ناقص 2 تي دي هتتحول لايه؟ هتبقى 6 تي ماينس 2 تي سكويرد اوفر 2 بلس كونستانت جديد سي داش مثلا. بنفس المنطق يا دكتور برضو، طالما عند تايم زيرو الواي بزيرو، يبقى الكونستانت الجديد ده برضو هيكون بزيرو هو كمان. يعني هستنتج هنا يا اولاد ان الواي ايكوالز ايه؟ هتبقى 6 تي ماينس تي سكوير. ادي يا دكتور المعادله 2. جميل جدا الكلام. حضرتك عايز ايه بقى؟ الباث ايكويشن. اه معاك معادلتين اهم، احذف منهم البارامتر تي. يلا يا اولاد انهي واحده اسهل؟ الاولى طبعا اكيد، from one from one هقدر استنتج ان التايم تي هيطلع اكس اوفر 3. لو رحت يا اولاد اهو عملت سبستيتيوت ان ايكويشن 2 هيبقى الواي ايكوالز 6 تي، يبقى 6 في اكس على 3 ماينس تي سكوير، يبقى اكس اوفر 3 الكل سكوير كده، يعني تطلع في الاخر الواي بكام يا اولاد؟ اهي 6 على 3 2 اكس ناقص اكس سكويرد اوفر 9. ادي يا دكتور الباث ايكويشن، الباث ايكويشن. طيب كان طالب ايه كمان يا دكتور؟ حد يفكرني يا اولاد ولا المساله تاعت منكم؟ بوزيشن، عايز بوزيشن وفيلوسيتي واكسلريشن عند تايم كام؟ عند تايم 1 سكند. طيب خلاص اهو، بصوا يا شباب، هو الار ده، الار اهو، الار اهو، الار ات تايم 1. دكتور مش الار عموما هي اكس وواي؟ اه معاك الاكس اهي الحمد لله لسه ظاهره قدامكم في الشاشه اهي، والواي اهي. اتعبوا شويه يا اولاد، عوضوا عن التايم 1 بس. فلما احط الاكس، لما احط في الاكس التايم 1 هتطلع 3، يبقى 3 في الار بخمسه والواي بخمسه. الله يجزاك خير. 5 in direction of g. بالنسبه للفيلوسيتي يا دكتور حسين عند تايم 1 حضرتك، بس معلش هي مشت مننا اهي، انا هرجعها لكم. ايه يا اولاد الفيلوسيتي كان كام؟ 3i plus 6 minus 2 tg اهي، قربتها لكم شويه اهي. لما اعوض يا دكتور في الفيلوسيتي دي عن التايم 1 هتطلع 3 في الاي plus 6 minus 2 تطلع 4 في الجي، طبعا دي بالمتر لكن دي متر بير سكند. طب ماذا عن الاكسلريشن؟ والله يا دكتور الاكسلريشن هي المفروض الدي في باي دي تي، المفروض يعني. فحضرتك الفيلوسيتي اللي انت مدهاني جيفن دي لو انا عملت لها دريفاتيف هتطلع 0 في الاي ونيجاتيف 2 في الجي. لو حد معترض على اللي انا كاتبه ده ولاد يقول حضرتك عملت ايه؟ ابدا. عملت ديريفاتيف للثلاثه طلعت صفر في الاي. طب والترم اللي في الجي؟ السته بزيرو،
والنيجاتيف 2 تي بنيجاتيف 2. طيب ده معناه يا دكتور ان الاكسلريشن فعلا طلع كونستانت، يبقى هنا الاكسلريشن فعلا عند التايم 1 هي نفسها الاكسلريشن ات اني اذر تايم هتفضل يا دكتور هي 0 في الاي ونيجاتيف 2 في الجي متر بير سكند سكوير. طيب زي الفل. عايز ايه كمان يا دكتور في المساله دي؟ الراجل كان طالب الديسبيسمنت عايز الدلتا ار ما بين 1 و 3. اولا يا دكتور الديسبيسمنت دي از ا فيكتور والحل هيطلع فيكتور. طيب اللي فيكم فاكر كنت بقول لكم ايه الديسبيسمنت؟ الفاينل الار الفاينل ماينس الار الانيشال. طب الار الار 1 معايا، طب والار 3؟ والله اللي هيقول لي الار 3 يا اولاد كام؟ اللي فيكم فاكر كانت الاكس اهي الاكس ب 3 تي والواي 6 تي ناقص تي تربيع هتبقى كام؟ 9 و 9 فعلي. الله يفتح عليك يا ابني، هتبقى 9 اي بلس 9 جي صح. لما تعوض يا اولاد في الاكس والواي اللي معاك فوق عن التايم ب 3 هتطلع 9 و 9. طب يبقى الار 3 ماينس الار 1 تطلع بكام يا شباب؟ then then الدلتا ار من 1 ل 3 هتطلع ار 3 ماينس الار 1 اهي 9 ناقص 3 تطلع 6 يبقى 6 اي 9 ناقص 5 تبقى 4 اي 4 جي. ادي الديسبيسمنت خلال الفاصله من 1 ل 3. طيب مين شاطر يقول لي لو جبت لكم سؤال هنا على الافرج فيلوسيتي؟ عايز يا دكتور الافرج فيلوسيتي خلال نفس الفتره الزمنيه من 1 ل 3 يبقى الدلتا الدلتا ار على الافرج فيلوسيتي على الديسبيسمنت. طيب الافرج فيلوسيتي محاضره الاسبوع اللي فات. برافو عليك. دايما يا اولاد دايما الافرج فيلوسيتي بتبقى ديسبيسمنت على تايم صح، هتبقى دلتا ار من 1 ل 3 يا دكتور على الدلتا تي. طب الدلتا ار اللي هي اللي انت لسه حاسبها 6 اي بلس 4 جي كل دوت ديفايدد باي الدلتا تي من 1 ل 3 اللي هو ثانيتين، يبقى الافرج فيلوسيتي هتطلع 3 اي بلس 2 جي. طيب السؤال اللي جاي دوت صعب انا عارف، عايز حد امتياز يعني. لو طلبت منك كمان في نفس المساله دي يا اولاد الافرج سبيد، الافرج سبيد هنجيب القانون بتاعها. القانون بتاعها انتوا عارفينه من المحاضره اللي فاتت، هو المشكله هنا المشكله هنا كيفيه التنفيذ بس. عامل الفيلوسيتي الاول بس حد يقول لي الفورمولا او هو الافرج سبيد على ايه؟ على ايه؟ ديستانس على تايم. ديستانس على تايم. ديستانس على تايم. هو ده الكلام صح. الافرج سبيد يا اولاد هتبقى التوتال ديستانس على التايم. طيب دكتور في الريكتيلينير موشن حضرتك كنت بتعلمنا نجيب الديستانس بالطريقه بتاعه الفيلوسيتي تيست وبرسم وبعرف فكره الدنيا سهله. مين عنده فكره هنا يا اولاد؟ ده جسم بيتحرك على كيرف. ده جسم بيتحرك على كيرف يا اولاد. يا ترى الديستانس ترافلد اون ذا كيرف دي ازاي؟ تعرف يا اولاد الاس ممكن اجيبها ازاي؟ في خلال 3 ثواني برضه ولا عشان ايه؟ الحته اللي مشيها السلوب عايزين نعرف نحسب في خلال 3 ثواني ولا ثانيتين ايه؟ خلال 3 ثواني نفس الفتره يعني ولا ثانيتين؟ مش المفروض يا دكتور انا إيه؟ بشوف السرعه كانت بزيرو امتى عشان هو غير لا لا في الفتره من 1 ل 3 في الفتره بتاعت نعرف تغير الاشاره من السلوب. دكتور احنا ينفع نعمل ايه بقى؟ ما انت هنا الحته دي صعبه جدا. بص يا حبيبي بص احسن طريقه لو تفتكروا يا اولاد انا كنت قلت كان المفروض بقسم يا دكتور يعني بجيب السرعه ينفع نعمل ايه زيرو امتى إيه؟ وابدا اقسم. دكتور انا عندي طريقه كده وانا مش سامع ليه في ايه.
أنا أنا دكتور. دكتور هو تقريبا النت عند حضرتك بيقطع يعني. الإيه؟ تقريبا النت عند حضرتك بيقطع. قول يا حبيبي. حضرتك بتسمعنا متأخر. هو عليك سمعنا يا دكتور؟ هو حد سمعني ولا انا النت عندي وحش ولا في ايه؟ لا الدكتور بس تقريبا النت عندي وحش. ايوه يا ولاد معايا كده ولا لا؟ تمام ايوه تمام تمام يا ولاد اوكي. طيب احنا كنا وصلنا لايه؟ ازاي يا دكتور نقدر نحسب التوتال ديستانس ترافل خلال الفتره من تايم 1 لتايم 3؟ طيب كنا هنشوف السرعه بقت بزيرو امتى عشان نقدر نقسم الفتره. ما خلاص بقى، ما انا هديك الحل اللي يغنيك عن ده. طيب. ازاي يا دكتور؟ هقول لك يا سيد، حضرتك كنت قلت لنا قبل كده، لا لا اسمعي بس، طب اسمعي، كنت انا قلت لكم يا اولاد ان السبيد في مش الفيلوسيتي، يعني لو انا قلت الفيلوسيتي ابقى غلطان، لا الماجنيتيود اوف ذا فيلوسيتي في اللي هو السبيد بتبقى ايكوالز الدي اس باي دي تي. يعني معنى كده يا دكتور ان الاس اقدر اقول انها انتجريشن في دي تي، انتجريشن في دي تي. طب ما كده زي الفل يا دكتور، فعلا اهو، يبقى الاس هنا في المساله ديت هتبقى ايه بقى؟ هتبقى انتجريشن. الفي اللي انا كنت مديها لك من الاول كنت مديها لك كفيكتور، حولها انت الماجنيتيود هتبقى سكوير روت لي المركبه الاولى اللي هي 3 سكوير زائد المركبه الثانيه 6 ماينس 2 تي سكوير، بس اعمل لها انتجريشن وذ ريسبكت تو تي. طيب يا دكتور عشان حته الريفليكشن ومش الريفليكشن والكلام ده، انا يا سيدي يعني ايه هريحك من ده كله،
ان انا احط ليميتس من 1 ل 3 وهي تتعامل بقى. بس يبقى الاس من 1 ل 3 هتبقى تكامل الماجنيتيود اوف ذا فيلوسيتي اللي هي السبيد دي تي خلال الفتره اللي هو طالبها من 1 ل 3. طب زمان بيني وبينكم بصراحه كنا زمان ما بنحبش نسال الاسئله من النوعيه دي. ليه؟ لان الجذر ده التكامل بتاعه كان ممكن يبقى رخم. لكن دلوقتي ما شاء الله عليكم بالكالكوليترز اللي معاكم، انا متاكد ان انت لو حطيت التكامل ده على الكالكوليتر هتطلع الاجابه في اقل من نص دقيقه. يلا اولاد الرقم هيطلع كام؟ هيطلع 7.5. الله يفتح عليك يا حبيبي صح. بس 7.5. وبناء عليه يا دكتور دلوقتي اقدر اقول لك اهو، يبقى بناء على الكلام ده then الافرج سبيد يا دكتور اهي هتبقى التوتال ديستنس اللي هي 7.5 على الدلتا تي حضرتك اللي هي 2. بس خلاص يعني هتطلع تقريبا 3.75 ولا كام؟ اه متر بير سكند. بس فهي سهله. معلش يا دكتور. قول يا حبيبي اتفضل. هو مش دلوقتي الانتجريشن ده كان المفروض ان هو بيطلع لنا الديسبيسمنت مش الديستنس؟ يا معلم لا يا باشا لا، انت بتكامل سكيلر فطبيعي اللي هيطلع لك. بالله عليك حتى السؤال نفسه يا ابني ما تزعلش مني غلط، لا اله الا الله. يعني بالله عليك هكامل سكيلر كوانتيتي هتطلع لي فيكتور كوانتيتي؟ معلش يا ابني يعني ازاي بس حبيب قلبي؟ طالما انا بعمل انتجريشن لسكيلر فهيطلع لي سكيلر، امال مين اللي بيطلع الديسبيسمنت؟ مفيش حاجه بتطلع الديسبيسمنت. تخيل، امال ايه يا دكتور؟ لو عملت انتجريشن للفيلوسيتي فيكتور هيطلع حاجه اسمها البوزيشن فيكتور اللي هو الار. بس تمام. طيب كنت عايز اقول لكم على ايه هنا. سؤال بقى اخير في المساله دي، لو طلبت منك بالمره الافرج اكسلريشن، اخر حاجه الافرج اكسلريشن خلال نفس الفتره الزمنيه من تايم 1 لتايم 3، ها ايه رايكم الاجابه تبقى ايه؟ عايز يا دكتور في 3 ناقص في 1 على دلتا تي. الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليك. بس اقول لك على حاجه بقى، في اجابه احلى من كده بكتير. العيال اللي هي الايه، العيال اللي هي الـ يعني الشاطره اخر حاجه، هياخد باله ان كده كده الاكسلريشن يا دكتور كانت كونستانت، فهي الاجابه على طول وانا سايب ايديا هتطلع 0i minus 2j في 3 ثواني. ويا عم ايه بقى، خلصت ومية مية. في طلبة تانية، في طلبة تانية وده برضو مش وحش، هيقول لك ايه مش هيجي في بالي حكاية انها كونستانت دي، فبالتالي الافرج اكسلريشن لا مش هستنتجها على طول انها زيرو في الاي ونيجاتيف 2 في الجي. فهقول حل تاني اهو بس مش غلط، يعني الافرج اكسلريشن الدكتور قال انها بتبقى دلتا في على دلتا تي، فهتبقى الفاينل فيلوستي في 3 ماينس الانيشال فيلوسيتي في 1 على الدلتا تي اللي هي 2. طيب معلش يا اولاد برضو تاني هفكركم تاني، هي الفيلوسيتي يا دكتور اللي انت كنت مديها لنا جيفن في الاول خالص كانت 3 في الاي بلس 6 ماينس 2 تي في الجي. طب معلش عوض لي عن الفيلوسيتي دي مرتين، مره عند تايم 1 هتطلع 3 اي بلس 4 جي، ومره عند تايم 3 هتطلع 3 اي بلس 0 جي. ليه 0 ليه؟ ما هو لما تحط التايم بتلاتة هيبقى 6 ناقص 6 صفر. يعني هنا الإجابة هتبقى إيه يا ولاد؟ الـ V3 الـ V3 ماينس الـ V1 في الـ I 3 ناقص 3 صفر يبقى 0 في الـ I ماينس 0 ماينس 4 هتبقى 4 جي أو نيجاتيف 4. كل الكلام ده لما تقسمه على 2 فعلا يا دكتور هتطلع 0 I ماينس 2 جي. طيب بالله عليك يا اولاد، بالله عليك الفرق، وده اللي احنا بقى بنقوله في الامتحانات، ان انتوا اوقات تخرجوا تقولوا ايه ده الامتحان طويل، ده الامتحان مش عارف ايه. والله ابدا لا، في طالب، وده يا جماعه انا من حق اميزه، يعني الطالب ده انا من حق اميزه. طبعا عيل شاطر خد باله ان الاكسلريشن ثابته فقام جاوب في نص دقيقه، مين ده مش هيكمل ربع دقيقه، جاوب وطلع الافرج اكسلريشن مباشره. في واحد تاني اوكي حل ووصل بس خد وقت اطول، وفي واحد تالت مش هيحل خالص. بس ماشي يا اولاد. عايز يا دكتور انا عرفت منين الاكسلريشن ثابته؟ ما انت لما لو كان عندك الفيلوسيتي جيفن 3 اي بلس
6 minus 2 t j. لما جيت قلت الاكسلريشن هي الديريفاتيف اوف ذا فيلوسيتي فيكتور دي في باي دي تي، فلما عملت ديريفاتيف للمعادله بتاعه الفي هتطلع 0 في الاي ماينس 2 جي اهي، ما هياش اصلا فانكشن في التايم لو واخد بالك. أيوة فده أيوة. معناه ان قيمه الاكسلريشن هتبقى هي هي طول الوقت. تمام صح صح، يعني اهم حاجه انها صح. ايوه صح. ماشي يا معلم، ماشي يا ريس. طيب اخر اخر مساله معانا بيقول لي a particle is moving in the xy plane such that the position vector equals 5 cosine 2t في ال i plus 4 sine 2t in direction of g. اول حاجه يا اولاد اهو بيقول لي find the path equation. يلا مين شاطر يقول لي يا اولاد؟ يعني انا هطلب في المساله دي كذا حاجه، بصوا عشان ما توهكوش انا هطلب حاجه حاجه. يلا الحاجه الاولى عايز الباث ايكويشن، فهقول ايه؟ مش ده دكتور البوزيشن فيكتور؟ اه يبقى ده معناه اهو الاكس الدكتور مديهاني 5 في كوزاين 2 تي، ده معناه ان كوزاين 2 تي هتبقى ايكوالز اكس اوفر 5. طيب من هنا هقدر استنتج يا دكتور ان الواي هي دي اللي هي 4 في ساين 2 تي، ده معناه ان ساين 2 تي هتطلع واي اوفر 4. لو سمينا اولاد الايكويشن دي 1 والايكويشن دي 2 زي اول المحاضره خلاص، حضرتك ربع المعادلتين واجمعهم. يعني قول كده الايكويشن 1 سكوير بلس الايكويشن 2 سكوير هتطلع في الاخر يا اولاد ده سكوير بلس ده سكوير ب 1، يبقى x squared over 25 plus y squared over 16 equals 1. ادي الباث ايكويشن. طيب عايز ايه تاني؟ عايز الفيلوسيتي. find velocity and acceleration at time t equals 1 second. طب حلو يا دكتور، مش ده الار؟ مش ده الار؟ اه. طيب طب ما انا عارف ان الفيلوسيتي هي دي ار باي دي تي. يلا اهو سينس الفيلوسيتي هي دي ار باي دي تي، المعادله بتاعت الار قدامكم هي يا اولاد. لو هعمل لها ديريفاتيف، لو هعمل لها ديريفاتيف، كلكم شطار وعارفين ان الديريفاتيف بتاع الكوزاين نيجاتيف ساين، بس ما تنساش تضرب في الديريفاتيف بتاع اللي جوه، فهتطلع في الاخر ايه؟ نيجاتيف 10، نيجاتيف 10 في ساين 2t ده في اتجاه الاي بلس ال4 ساين 2t، لما تعمل لها ديريفاتيف هتبقى 8 اللي هي الاربعة في 2، والديريفاتيف بتاع الساين هتبقى كوزاين 2t في اتجاه الجي. طب تمام يا دكتور، دي الفيلوسيتي اه. طب والاكسلريشن؟ هي الديريفاتيف اوف ذا فيلوسيتي فيكتور وذ ريسبكت تو ذا تايم. هتطلع كام يا اولاد؟ مين يقول الاكسلريشن تطلع كام؟ نيجاتيف 20 صح، ده في الاي هايلين يا اولاد، وهنا نيجاتيف 16 ساين 2 تي صح، نيجاتيف 16 ساين 2 تي في اتجاه الجي. طب هنا يا اولاد مش عايز اقول تركه ولا حاجه، لا هي القصه بس كلها ايه؟ هو انت عايز تحسب فين يا دكتور حسين؟ عند التايم 1 صح؟ اه. فهنا في ناس برضو ممكن تعمل فيتال ميستيك برضو تاني، اللي هي ايه؟ هيروح يا اولاد يعوض عن التايم 1، فيروح يحسب ايه تخيلوا؟ ساين 2 في 1 يبقى ساين 2، يعني اكتب كده على الكالكوليتر ساين 2 كوزاين 2، مفيش حاجه اسمها كده. امال ايه؟ امال ايه؟ اهو خد بالك ات تايم تي ايكوالز 1 سكند اللي الدكتور عايزني احسب عندها، هتبقى الانجل بتاعتي 2 تي، هتبقى 2 في 1 على راسي، بس دي كده بالديجريز، لازم حضرتك اسف بالراد، بالراد لازم تحولها لدرجات، يعني اضربها في 180 واقسم على باي تطلع كام يا دكتور؟ تقريبا 114.6. هي دي الانجل اللي انت هتحسب لها الساين والكوزاين، بس كده. يعني يا دكتور ما ينفعش اكتب ساين وكوزاين لراد، راد فانكشن لا،
في ناس انا عارف في ناس بتقولي ما انا هحول الكالكوليتر لراد. اوعى تعمل كده في الامتحانات. نعم اوعى تعمل كده في الامتحانات، اسمع مني، لان في طلبه كتير يا عيني بتضيع في الموضوع ده، بتلاقي الكالكوليتر بتاعته متظبطه على نظام غلط، فيا عيني بقى المفروض الساين مثلا 30 تطلع له بنص، لا هو عمال يطلع ارقام غريبه. فبس خلينا ما علينا، خلينا في الحته دي. لا لازم تحول الانجل لديجري. يعني معنى كده دكتور على حسب كلامك ان عند تايم 1 دي دي الفيلوسيتي بالظبط هتبقى ايه؟ الاجابه اهي، يبقى الفيلوسيتي عند تايم 1 اهي هتطلع نيجاتيف 10 في ساين الانجل اللي هي 114.6، ده في اتجاه الاي، وهتبقى بلس 8 في كوزاين برضو الانجل 114.6 في اتجاه الجي. والاكسلريشن عند تايم 1 نفس الكلام، تطلع نيجاتيف 20 في كوزاين الانجل 114.6 في اتجاه الاي، وماينس 16 في ساين 114.6 في اتجاه الجي. طب لو سمحت يا دكتور، قول يا حبيبي. يعني هو دلوقتي علشان انا حسيت ان مش حاجه لوجيك ان انا هعمل ساين 2 بس، فانا كده ان هي بالراد مش بالدجري. يعني انا مش فاهم ايه اللي خلاني اقول لا دي كده مش مظبوطه. يعني بص يا حبيبي، هو ايه الفرق، ما بين الدوال العاديه والتريجونومتريك فانكشنز؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت لك ايه الفرق مثلا في الكتابه ما بين واي بتساوي اكس واي بتساوي ساين اكس، ها لو جيت قلت لك مثلا احسب لي قيمه الواي هنا وهنا لما الاكس تساوي باي على الاثنين مثلا او باي على ثلاثه. بس وجود الترايجونومتريك فانكشن اللي هي الساين تجبرك ان انت يعني هنا اهو ات اكس ايكوالز باي على 3 مثلا، هتبقى الواي عادي باي على 3 صريحه، مش 60 خالص، لا مش 60، باي على 3 مظبوط. لكن في الثانيه لا، هتبقى واي هتبقى ايكوالز ساين 60. ليه يا دكتور؟ لان الترايجونومتريك فانكشن بتتطلب الانجلز بالديجريز مش بالراد. يعني هي مش هتشوف الساين 60 دي خالص، هي هتشوفها ساين باي على 3 وده مش صح. ايوه فانا المفروض اترجم باي اوفر 3 اللي هي 60، فعلى طول بعوض بالديجريز يعني. طيب. عايز اسالكم سؤال اخير بقى في المساله دي، حلوه قوي بيني وبينكم استغلالا للمميزات بتاعه الساين والكوزاين اللي هي ايه؟ والله يا دكتور لو انت بتتكلم على الساين والكوزاين كدوال، بس اسال السؤال الاول، فين يا اولاد الفيلوسيتي اهي؟ بصوا كده يا اولاد ركزوا معايا، الفيلوسيتي كفانكشن في التايم اهي، بصوا كده يا اولاد ادي الفيلوسيتي فين راحت فين اهي، بصوا يا اولاد اهي ادي الفيلوسيتي دي. لو طلبت منك قلت لك فايند the maximum and the minimum values of magnitudes of velocity، عايز يا دكتور اكبر قيمه واقل قيمه للفيلوسيتي دي او للماجنيتيود اوف ذا فيلوسيتي، اعمل ايه؟ مين شاطر يقول لي؟ هنقول ان الكوزين والساين ما بينهم من سالب واحد لواحد. برافو عليكي، بس انا لو انت اشتغلتي كوزين وساين فعلا عاديين كده هيبقى الماكسيمم بتاعهم ب1 والمينيمم بتاعهم بنيجاتيف 1، لكن ماذا لو اشتغلت على الساين سكويرد والكوزاين سكويرد؟ هاخد الاكسلريشن انا اساويه بزيرو واعمل طيب ايوه المنطق العادي يا اولاد اللي انتوا كلكم عارفينه، وده صح مش غلط، يقول لك دكتور لما بتبقى الفانكشن بتاعتك ماكسيمم او مينيمم بيبقى الديريفاتيف الاولاني بتاعها بزيرو، وبتعمل كمان الديريفاتيف الثاني كمان ولو طلع اكبر من الصفر تبقى مينيمم، لو اقل من الصفر تبقى ماكسيمم. كل الكلام ده حلو، لكن انا في المساله دي استغلالا للمميزات بتاعه الساين سكويرد والكوزاين سكويرد، لا مش هحلها بالديريفاتيف. امال حضرتك هتعمل ايه؟ بصوا على الفي ديت اللي انا معلم عليها بالاحمر كويس، ها من الفيلوسيتي دي لو حبيت اجيب الماجنيتيود بتاعها هتبقى ايه؟ بصوا كده هكتب ايه اهو، لو طلبت منك الفي ماكسيمم بكام والفي مينيمم بكام، اعمل الاتي. الاول يا دكتور هجيب الماجنيتيود اوف ذا فيلوسيتي، هيطلع روت ايه؟ هيطلع روت ال10 هتبقى 100، يبقى 100 في ساين سكويرد 2 تي بلس
التمانية لما تتربع هتبقى 64 كوزاين سكوير دي توتي. طب حاول تكتبها بدلالة واحدة بس في الاثنين، يعني ايه يا دكتور؟ يا اما ساين سكوير دي يا اما كوزاين سكوير. حاضر، يبقى الفي هتطلع روت اهي 100 في 1 ناقص كوزاين سكوير 2 تي زائد 64 64 كوزاين سكوير 2 تي. طب يا دكتور حسين معلش، لو كنت اشتغلتها بالساين سكوير هي هي، والله والله ما هتفرق. المهم هتطلع كام في الاخر يا اولاد؟ هقول لكم اهي، هتطلع الفي جذر 100 في 1 100 في 1 ب 100. طب هيطلع هنا ايه؟ 100 ماينس 100 كوزين سكويرد بلس 64، يعني هتطلع في الاخر ماينس 36 ماينس 36 كوزين سكويرد 2 تي. جت منين ال 36 دي يا اولاد؟ اللي هي نيجاتيف 100 نيجاتيف 100 بلس 64. طيب دلوقتي انا بتكلم على كوزين يا دكتور حسين ولا كوزين سكويرد؟ لا كوزين سكويرد. طب ما كلنا عارفين يا دكتور كوزين سكويرد القيمة الماكسيمم بتاعتها ب1 والقيمة المينيمم هتبقى بزيرو. السؤال بقى يا اولاد، السؤال خدوا بالكم ان الاشارة اللي في النص نيجاتيف، ها ركزوا. الفيلوسيتي دي يا اولاد، او اسف السبيد دي او الماجنيتيود ده، امتى يبقى ماكسيمم وامتى يبقى مينيمم يا اولاد؟ انا بتكلم دلوقتي ماثيماتكس على فكرة. هيبقى ماكسيمم لما تبقى كوزين 2 دي بصفر عشان النيجاتيف، عشان ده طرح. الله يفتح عليك. ما هو انا يا اولاد الترم ده نيجاتيف، الترم ده نيجاتيف رخم، فيا دكتور الفي دي الفي هتبقى ماكسيمم لما الترم دوت يقل خالص يعني يبقى بصفر. يبقى فعلا الفي از ماكسيمم، الفي هتبقى ماكسيمم اف كوزاين سكويرد 2 تي هتبقى ايكوال 0، صح كده؟ طب والفي مينيمم يا اولاد؟ والفي يا دكتور هتبقى مينيمم اف كوزاين سكويرد 2 تي equals 1. يعني لما دي تكبر قوي يا اولاد، لما دي تكبر قوي يبقى انت هتطرح رقم كبير، يبقى 100 ماينس 36. طب في الاخر يا اولاد هنا من هنا الفي ماكسيمم هتطلع روت 100 اللي هي 10. طب والفي مينيمم هتطلع يا دكتور روت 64 اللي هي 8 جدع متر في الشكل. طبعا لو حد خد باله اولاد هنا في حركه صايعه قوي، اللي هي ايه يا دكتور؟ ان لو خدتوا بالكم الفي ماكسيمم والمينيمم طالعين 10 و8 اللي هي الفاكتورز بتاعه الكوزين والساين في المعادله. لا ازاي يا دكتور اشرح لنا؟ اهي والله اهي لو بصيتوا هنا يا اولاد الفاكتورز بتاعه، يعني هنا في تو فاكتورز للساين والكوزين، الفاكتور الكبير ب10 بغض النظر على الاشاره، ما تقلقش سيبك من الاشاره، والفاكتور الصغير ب8. الله، طب ده حلوة اللعبة دي يا دكتور حسين. طب ما ده معناه ان لو حضرتك طلبت مننا برضو في نفس المسألة الماكسيمم and minimum values of the acceleration، الماكسيمم والمينيمم للاكسلريشن، انا بقول لكم اهو من غير ما حل ومن غير ما اجيب جذر ولا حاجة، الاكسلريشن الماكسيمم هتبقى 20 والاكسلريشن المينيمم هتبقى 16. ايه ده دكتور على طول؟ اه، واللي فيكم عايز يجربها ويتأكد منها بطريقة السكوير روت زي الفل. طب لا تعالى يا دكتور، بس احنا اتعلمنا في الماثيماتكس ان لازم اعمل فيرست ديريفاتيف وسكند ديريفاتيف. موافق روح وجرب واعمل، بس هتبقى صعبه شويه، بس انا باكد لك هتوصل لنفس النتيجه في الاخر. يا دكتور سؤال، اتفضل. هي جت كده صدفه يعني ولا هي ليها منطق من وراها يعني؟ ما هي في الاخر اصل ال10 لما هتتربع هتبقى كام؟ 100. وبعدين اصل خد بالك دي ليها علاقه بال، اصل انت عارف الكيرف بتاع الساين والكوزاين مش هو كده بيبقى ليه حاجه اسمها الامبليتيود. بس فالامبليتيود بتاع الساين ب10 والامبليتيود بتاع الكوزاين ب8، ده الماكسيمم، فاهم حاجه؟ فلما تدخل الاثنين مع بعض هيطلع لك ان الماكسيمم ديت والمينيمم دي خلاص. بس شكرا. وبعدين خد بالك ده يا عم، اوكي حتى لو انا يعني انا بحاول اقول لك المعلومه دي عشان اوفر عليك وقت، لكن ما انت عندك الكونسبت بقى خلاص. الدكتور بيجيب الماجنيتيود على انه السكوير روت لده سكوير بلس ده سكوير، وبكتب المعادله عادي خالص، صح؟ يعني اهو معلش يا اولاد استحملوني دقيقتين اهي، ركزوا في الاكسلريشن، ها نيجاتيف 20 كوزاين ونيجاتيف 16 ساين، صح؟ اه اهو يلا تعالوا نلعب نفس اللعبه، مش هتاخد معانا دقيقه اهي، بنفس المنطق الاكسلريشن يا دكتور هتطلع نيجاتيف
بصوا بقى الارقام 400 كوساين سكويرد 2t بلس 256 ساين سكويرد 2t. حد يعرف يا اولاد ال 256 دي جت منين؟ ايه الرقم ده يا اولاد ال 256 ده انا جبته منين ده؟ يا تربيع ال 16. ايوه برافو عليك، ايوه كده صح، تربيع ال 16. وال 400 اللي هي تربيع مين؟ تربيع ال 20. طيب اهي يبقى الاكسلريشن هتساوي ايه؟ روت. المره دي يا اولاد هغير، هتبقى 400 في 1 ماينس ساين سكويرد 2 تي بلس 256 في ساين سكويرد 2 تي. طب يعني هتطلع روت كام في الاخر؟ اقول لك يا سيدي، يبقى الاكسلريشن هتطلع روت 400 في 1 400، وهنا نيجاتيف 400 وبوزيتيف. اولاد احسبوا لي كده، نيجاتيف 400 بلس 40 ايه؟ 144 صح، نيجاتيف 144 ساين سكوير 2 تي. بس هنا يا اولاد الاكسلريشن تبقى ماكسيمم امتى وتبقى مينيمم امتى؟ هتبقى ماكسيمم يا دكتور لما الساين سكوير ب 1، اسف تبقى ماكسيمم لما الساين سكوير تبقى بزيرو. يا دكتور الاكسلريشن دي يا اولاد اهي الاكسلريشن ماكسيمم ات ساين سكوير 2 تي ايكوالز زيرو، يعني الترم ده يعني يقل خالص. فهتطلع هنا الاكسلريشن الماكسيمم هتطلع روت 400 اللي هي بتطلع 20 متر بير سكند سكوير. طب والاكسلريشن تبقى مينيمم امتى؟ ات ساين سكوير 2 تي ايكوالز 1. يبقى الاكسلريشن المينيمم هتطلع روت كام؟ 256. ما هو 400 ماينس 144 في 1 اللي هي روت 256 اللي هي 16 متر بير سكند سكوير. بس فبقول لك يعني حتى يا سيدي لو ما استنتجتهاش باللوجيك كده زي ما انا بقول لك، عادي ما انا اقدر اثبتها بالمعادلات برضه. اي سؤال يا اولاد او اي استفسار؟ حد عنده اي سؤال؟ دكتور انا كان عندي سؤال في الاكزامبل اللي قبل دوت. قول يا حبيبي ايه السؤال؟ واحنا بنجيب الافريج سبيد، ما كانش ينفع نعمل انتجريشن للاكس بالنسبه للتايم لوحدها ما بين الابسليوت والواي برضو بالنسبه للتايم لوحدها، وبعدين نعمل الروت ده في الاخر بعد ما نجيب النتيجه بتاع الاثنين انتجريشن؟ لا طبعا. ليه بقى؟ كده انت كده رحت يعني انت حولت الموضوع للستريت لاينز وده مش صح. تمام. وبعدين هقول لك على حاجه بامانه، انا بقول لك انها غلط بس انا ما جربتهاش، جربها وقول لي يعني، جرب الكلام ده هل هتدي نفس الاجابه ولا لا؟ بس انا بقول لك لا. شكرا يا دكتور. لا عارف يا حبيبي. دكتور هو احنا بنقول الاكسلريشن ماكسيمم او مينيمم هو الفيلوسيتي بس في حته الساين والكوزاين، يعني ما ينفعش مع اي حاجه تانية؟ هو بيني وبينك هي القصه في ايه؟ القصه في ايه؟ ان انا عندي فانكشن انا استغليت، عارفه انت لما يبقى عندك فرصه تجيلك تحت ايدك فانت بتحاولي تستغليها بكل الطرق. فانا عندي المساله لما جت فيها ساين وكوزاين ولما ربعتهم بقت ساين سكويرد وكوزاين سكويرد، استفدت من البروبرتيز بتاعتهم اللي هي ان الكوزاين سكويرد او الساين سكويرد هما الاثنين بيبقوا ماكسيمم لما بيكونوا بواحد وبيكونوا مينيمم لما بيكونوا بزيرو. بس فانا استغليت الفرصه، لكن اي داله تانية ما عندهاش الخاصيه دي خلاص ارجع لاصلك، ارجع للطبيعي اللي هو لما الدكتور يطلب مني ماكسيمم او مينيمم اجيب الفيرست ديريفاتيف واساويه بصفر، وبعدين اجيب السكند ديريفاتيف واشوفه هو جريتر ذان زيرو ولا ليس ذان زيرو عشان اعرف هي ماكسيمم ولا مينيم. بس يعني انا قصدي حته اللي هي الكوفيشنت اني باخد من فوق من الاي والجي الماكسيمم والمينيمم من غير ما اعمل الكالكوليشنز دي، بتنفع هي. بس للساين وكوزاين. برافو عليكي. لان هي بيسموها ايه؟ والله صدقوا الاسم رايح من بالي يا اولاد، عشان هي بتبقى يعني سايكليك فانكشن كده يعني لكن ما علينا يعني ما علينا يا ستي. حتى لو كده ما نديت لك الايكويشنز السهله اهي، يعني انا قلت لكم استنتجوها عادي خالص ماشي. يعني قلت بس انها صدفت كده، لكن عندكم الاصل يعني انا جبت النورم بتاعها او الماجنيتيود واستغليت امتى بتبقى صفر بتبقى ماكسيمم ومينيمم بس. لكن وده انا بقول لك كمان الحل الاصعب موجود،
لو عايزين تجربوه لو عندكم وقت اللي هو ايه ان انا اعمل لها دريفيتيف بس دريفيتيف وهي كماجنيتيود ها دريفيتيف مش وهي كفيكتور لان انا كده كده سؤالي انا عايز الماكسيمم والمينيمم فور ذا ماجنيتيودز بس اي سؤال تاني يا اولاد حد عنده اي سؤال طب يلا اتفضلوا نهاركم زي الفل ان شاء الله